ومعي على الهاتف الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه. الدكتور زياد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذه جميل. لو تشرح لي هذه الملامح من التعديل، هل هو قانون او اثنين ام هي حزمه من القوانين المتعلقه بالاستثمار؟ لا، هو مجموعه، هو اولا ليس مجرد تعديل، هو مراجعه شامله لمجموعه من القوانين اللي كلها بتؤثر بشكل مباشر على ما يسمى بمناخ الاستثمار ومناخ القيام بالاعمال التجاريه المختلفه. نعم. فهي ده مش مجرد اجراء تعديلات او استثناءات او اشياء من هذا النوع، لكن هي انتهاز لهذه الفرصه اللي احنا بنمر بيها في مرحله انتقاليه وبنمهد فيها ونؤسس باقتصاد جديد من اجل مراجعه يعني ما لا يقل عن 7 أو 8 قوانين حاكمه كلها الحقيقه جرى تعديلها اكثر من مره في السنوات ال10 أو ال15 اللي فاتوا، لكن حان الوقت ان هي يتبص لها بصه جديده وتتراجع بشكل جذري وبشكل ايضا في اتساق ما بين هذه القوانين المختلفه عشان يتحقق الغرض من تعديلها كلها. ايه هي القوانين دي يا دكتور اللي هتنظروا فيها؟ يعني طبعا اهم ما فيها، وهي بالمناسبه قوانين كثيره جرى الحديث عنها في السنوات الاخيره كتير، لكن مثلا احنا يعني في محاولات متكرره لاصدار قانون موحد للشركات لم يظهر الى النور برغم الاجيال المتداعبه اللي اشتغلت عليه. توحيد قوانين الاستثمار، مراجعه شامله لقانون المناقصات والمزايدات بدل ما بنعدل فيه كتير. مراجعه لتجربه المحاكم الاقتصاديه للنظر في توسيع اختصاصها ومد نطاق عملها. اصدار قانون او اعداد النهائي لقانون الصناعه الموحد اللي ايضا بقاله في الادراج وفي المناقشات اكثر من سنه. المهم في الموضوع هو انه اعداد هذه القوانين كلها بشكل حزمه واحده او مجموعه واحده يجعل الاثر الحقيقي ليها لما تتطبق يكون اثر شامل، مش مجرد انك تصلحي جزء من المنظومه ويظل هناك خلل او عطله في باقي المساله. هل قانون قوانين المنظمه للتراخيص والقوانين المنظمه زي ما قلت المناقصات والمزايدات وهكذا. هل هذه المراجعه هتنتظر مجلس شعب ام انكم هترجعوها وترفعوها للسيد الرئيس؟ لا، انا في تقديري ان احنا لازم هنفرق هنا ما بين نوعين من التعديلات. التعديلات اللي تعتبر يعني نسبيا صغيره او في قوانين بطبيعتها محتاجه تغيير بسيط، فدي يمكن لهذه الحكومه ان تصدرها بما لديها من سلطه تشريعيه، لكنها في الاخر سلطه تشريعيه استثنائيه. اما القوانين الكبرى الحاكمه من نوعيه قانون الشركات، قانون الافساد، قانون المناقصات والمزايدات، فدي في تقديري حتى لو انهينا مراجعتها بالكامل فالارجح انها تنتظر برلمان. اولا دي قوانين كل واحده منها 200 و300 ماده. لكن كمان يعني المطلوب دلوقتي هو ان احنا ننتهز هذه الفرصه علشان مش بس نعمل تعديلات طفيفه هنا وهناك، لكن يعني نعمل اللي الحقيقه المفروض يتعمل من 20 سنه، وهو المراجعه الشامله اللي فعلا تعمل نقله جذريه في سهوله الاجراءات وسلامه الاجراءات ومصداقيه القوانين. ده سؤالي الثاني الحقيقه، تاثير هذه التعديلات على مناخ الاستثمار. دايما المستثمر عنده مشكله في العقبات القانونيه والعقبات البيروقراطيه، هل تعديل هذه القوانين يعني سببه ايه؟ يعني جذب الاستثمار تاثيره ايه على مناخ الاستثمار؟ شوفي، احنا يعني مضينا جزء كبير من السنوات السابقه ما لا يقل عن 10 سنين بتعديلات مختلفه متتابعه. وانا اشتركت في جزء منها وكانت بعضها مهم ومطلوب، لكن كانت في الاخر بتتناول ما يسمى بالتيسير فقط او بالتسهيل او بالتبسيط. يعني كانك بتتركي المشكله الاصليه وتشوفي طريقه ازاي اتجنبها. المطلوب دلوقتي ان احنا نعمل زي ما بقول لك اللي ما اتعملش من سنوات طويله جدا، ان انا بدل ما اتعامل مع ظاهر المشكله اتعامل مع حقيقتها وقلبها. فبدل ما ادور على طريقه اتجنب بيها تطبيق قانون معين اروح اصلح القانون نفسه. القوانين الحاكمه من نوعيه الافساد ومن نوعيه التسجيل ومن نوعيه التراخيص دي الحقيقه اهم ما فيها انها لا تتعامل ولا تفيد المستثمر الكبير فقط، لكن تاثيرها الايجابي بيبقى اكثر على المستثمر الصغير اللي ربما تنقصه الموارد والخبره والكفاءه واستخدام محامين ومحاسبين بالطريقه اللي يقدر يتعامل بيها مع غابه معقده من التشريع. صدر منذ اي قدرنا نوصل لاطار قانوني اوضح وابسط ومباشر اكثر كل ما ده جاء في مصلحه كل المستثمرين وبخاصه الصغير منهم. طب منذ ايام صدر اخيرا قانون منع تضارب المصالح، اهميه هذا القانون ايه يا دكتور؟ وانا عارفه ان ده من اهم القوانين اللي حضرتك اشتغلت عليه. والله انا في غايه السعاده ان القانون ده يعني بقى لنا سنوات طويله ما لا يقل عن 5 سنين واحنا بنجتهد في ده. انا شخصيا قدمته لمجلس الشعب اللي فات وقدمته لاكثر
اكثر من 4 أو 5 وزارات في وزارات وزراء في وزارات متعاقبه ولم تاتي الفرصه له ابدا. انا في غايه السعاده ان يكون اخيرا صدر قانون تعارض المصالح، وانا رايي ان ده يعني اول بناء في او اول طوبه في بناء كبير هو مجموعه قوانين خاصه بالوقايه من الفساد، يعني كيف نتوقع من ان ينشا الفساد مستقبلا، واول خطوه فيها هو تعارض المصالح. تعارض المصالح هو ببساطه قانون بيقول بوضوح شديد وبما لا يدع مجالا للنفس، لما يبقى في مسؤول في الدوله بدءا من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء ووكلائهم ومساعديهم والمحافظ ورئيس الهيئه الى اخره، ايه الاشياء اللي هو طالما انه في منصب عام اللي يجوز انه يعمله وما لا يجوز انه يعمله، ويبقى هنا الامر واضح والمساله ما فيهاش اي لبس، ولا يوجد بعد كده مجال للقول بانه اصل انا ما كنتش اعرف، اصل ما كانش القاعده واضحه. لازم يتعرف ايه اللي الوزير او المسؤول من حقه يعمله ومش من حقه يعمله. يعني عدت مؤخرا من البنك الدولي، هل في نتائج يعني منح جديده، مساعدات جديده، تعاون جديد بين مصر والبنك الدولي؟ البنك الدولي بالذات التعاون معاه لم يتوقف طوال الفتره الماضيه، لان في برامج تنمويه مستمره بشكل عادي. المره دي بالذات الجديد كان توقيع جزء من اتفاقيه خاصه بانشاء محطه كهرباء جنوب حلوان، ودي محطه من اضخم المحطات اللي هتبقى في مصر. الجزء اللي يخص البنك الدولي فيها حوالي 580 مليون دولار، لكن مشترك فيها ايضا صندوق الاوبك والصندوق الكويتي والبنك الاسلامي الى اخره. لكن الاهم من ده هو تنشيط يعني والدفع الى الامام ببرامج مختلفه، بعضها بيتعامل في الصحه وبعضها في التعليم. عندنا امل ايضا ان احنا نعطي دفعه كبيره لقضيه التمويل العقاري، خصوصا مع ربطها بتسجيل العقارات غير المسجله، لان التمويل العقاري من اهم المشاكل اللي فيه كانت ارتفاع سعر الفايده وقد انخفض قليلا، لكن كمان لازم يكون في امكانيه لتسجيل العقارات بسهوله اكبر بكتير، بحيث الناس تقبل على قضيه التمويل العقاري بشكل ابسط اجرائي. طيب اخيرا يا دكتور، يعني يعني منذ ايام ستاندرد اند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر، الحقيقه ان انا قلت انه يعني هذا الرفع للتصنيف لا علاقه للحكومه به، ولكن هذا هو الدعم العربي والبنك المركزي وخفض سعر الفايده، ولكن الحقيقه انه لا يعبر عن عمل حكومي. كيف ترى هذا الامر وبيعطيكوا دفعه هذا التصنيف الجديد؟ هو التصنيف الائتماني مسألة يعني يجب أن تؤخذ في حدودها، مسألة مهمة طبعا، لكن هو يعني مش تعبير عن أن الاقتصاد كله عاد إلى مساره الطبيعي، لكن في الآخر لازم برضو نقدر أن ده أول رفع للتصنيف الائتماني في خلال 3 سنوات، وبعد 7 مرات تم تخفيض هذا التصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني هو تعبير عن يعني ثقة المستثمر في إمكانية أن يسترد أمواله إذا كان دائما للدولة أو للموازنة العامة، فهو مؤشر مهم. وطبعا جهد البنك المركزي فيه جهد هام جدا. الإطار العام من الثقة اللي بدأت تشيع في الاقتصاد ده بيعبر عنه بشكل ما، لكن ده خطوة صغيرة يعني أنا سعيد بيها للغاية، لكن كمان يعني مش عايز أتكن إليها وأقول إن كل شيء أصبح كما يرى. طيب أشكرك شكرا جزيلا، أنا عارفة إن حضرتك عندك طيارة لتلحق بيه السيد الرئيس في الكويت.